افتتح المجلس الأعلى للمرأة صباح اليوم المنتدى الوطني لعرض نتائج ومناقشة توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين، وذلك بمشاركة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس. ويهدف المنتدى الذي يقام على مدى يومين إلى مناقشة نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين على المستوى المؤسسي وفي المجالات الرئيسية المؤثرة في التنمية الوطنية الذي شهدت نتائجه تقدما ملحوظا بالمقارنة مع التقرير الأول الصادر قبل عامين. واطلع المشاركون في المنتدى على أبرز المبادرات وأفضل الممارسات التي رصدها التقرير والتي ساهمت في تطوير مؤشرات التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، بالإضافة إلى فرص التحسين المرجوة في المجالات التنموية المختلفة. هذا وتناولت جلسات المنتدى المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تجويد مخرجات التقرير الوطني. وفي مستهل الكلمة التي ألقاها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى، أكد معالي بأن ما بلغته المرأة البحرينية اليوم من مستويات متقدمة أصبحت واقعا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والقيادة المتميزة للعمل النسائي لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وأعرب معالي عن خالص شكره وتقديره للمجلس الأعلى للمرأة على ما يبذله من جهود فاعلة ومتواصلة من أجل إبراز المكان والدور الرئيسي والريادي الذي تتولاه المرأة البحرينية اليوم في مختلف المجالات والأصعدة. من جانبها أعربت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن تقدير المجلس لجهود الحكومة الموقرة التي أخذت على عاتقها مسؤولية تفعيل أهم عناصر النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين والمتمثل في اعتماد آليات وطنية كالتقرير لقياس أثر وفعالية السياسات والبرامج المخصصة لتقليص الفجوات بين الجنسين. وذكرت أن مخرجات التقرير الوطني أوضحت تحسنا ملحوظا على صعيد نتائجه مقارنة بإصداره الأول، سواء في شقه المتعلق بالأداء المؤسسي أو ضمن المجالات الرئيسية المرتبطة بمشاركة المرأة في الشأن التنموي. وخلال الجلسة الرئيسية أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة برنامج توازن التدريبي، وذلك بهدف بناء وتنمية قدرات لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع العام والجهات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين وآلياته. وخلال الجلسة النقاشية المعنية بالسلطة التنفيذية التي استعرضت الجلسة أولويات عمل السلطة التنفيذية في تنفيذ توصيات التقرير التي تناولت عدة جوانب كرفع نسبة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، وناقشت الجلسة المخصصة للسلطة التشريعية أثر التشريعات والقوانين المتضمنة لتوجهات التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص على نتائج التقرير. يتزامن الإصدار الثاني للتقرير الوطني للتوازن بين الجنسين الذي يعده المجلس الأعلى للمرأة مع الذكرى 20 لإنشاء المجلس والذي احتفت به مملكة البحرين قبل أشهر. ونجد بأن إعداد وإصدار هذا النوع من التقارير الوطنية لقياس تنافسية المرأة في التنمية الوطنية يثري التجربة الوطنية ويؤهلها لتكون نموذجاً يحتذى به ومرجعاً للخبرات والتجارب في مجال تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. وهذا نهج تبنته الحكومة الموقرة وتعمل بالتنسيق مع المجلس على الاستفادة من مخرجاته وبالتشاور مع سلطات الدولة ومؤسساتها. وبالرغم من حداثة عمر التقرير إلا أنه استطاع بمضمونه ومنهجيته العلمية أن يكون منهاجاً ودليلاً وطنياً لرصد ومتابعة أداء الجهات والمؤسسات في مجالات إدماج احتياجات المرأة في التنمية على النحو الذي يعكس السياسة العامة لمملكة البحرين. كما يقدم التقرير نظرة موضوعية من خلال تقييم الوضع العام للمرأة البحرينية، آخذاً بعين الاعتبار أوجه التطوير ومجالات التحسين المحتملة، ليتم ترجمتها إلى خطط واستراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز تنافسية المرأة البحرينية محلياً ودولياً. ولقد بيّنت نتائج التقرير تقليص الفجوة بين المرأة والرجل في الكثير من المجالات مقارنة بنتائج التقرير الأول.
الذي ما كان ليتم لولا العمل الجاد والدؤوب من أجل التحسين والتطوير وتحقيق أفضل النتائج. الحضور الكريم، لقد أوضحت مخرجات التقرير الوطني تحسناً ملحوظاً على صعيد نتائجه مقارنة بإصداره الأول، سواء في شقه المتعلق بالأداء المؤسسي أو ضمن المجالات الرئيسية المرتبطة بمشاركة المرأة في الشأن التنموي. وقد جاءت نتائج التقرير مجسدة لاهتمام جميع الجهات المشاركة على تطوير تجربة مملكة البحرين في مجال حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والمتمثل في التزام 45 مؤسسة في القطاع العام بتقديم المعلومات والإحصائيات التي يحتسبها التقرير، وخصوصاً ما تعلق منها بمعالجات الدولة لتداعيات الجائحة وسبل احتوائها، وهو ما سنلقي عليه المزيد من الضوء خلال مناقشات المنتدى لتوضيح ما تحقق على صعيد غلق الفجوات، وأين نحن والمعالجة التحديات المرصودة، وما هي أولويات العمل القادمة لاستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تستدعي المزيد من الابتكار والتجديد في وضع الحلول ذات الأولوية عبر تنويع الفرص والخيارات وضمان عدالة إتاحتها لرفع مستويات التنافسية الوطنية. إصدار المجلس الأعلى للمرأة التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين كأداة لتقييم أداء القطاع العام على صعيد متابعة تطبيق تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين في كافة المجالات التنموية، جاء ليصبح مرجعا وطنيا رئيسيا للقياس والتقييم والمراجعة. فقد أصدر المجلس التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين في نسخته الثانية 2019-2020 من منطلق المقارنة الدورية لأداء المؤسسات ورصد التحديات والفرص بصورة واضحة لقياس التقدم المحرز في إدماج احتياجات المرأة والتدابير الفاعلة لتقليص الفجوات بين الجنسين. مهم أننا اليوم نصب عملنا في الحكومة شلون نشارك وندخل احتياجات المرأة في عملنا اليومي، سواء كانت من حيث خفض نسب الباحثات عن العمل أو رفع مشاركة المرأة في صنع القرار أو رفع تمثيل المرأة في العمل الدبلوماسي. هذه جدا مهم، بالإضافة إلى إحنا كجهات مختصة في مراجعة الموازنات والمستجيبة لاحتياجات المرأة ومراجعة الخدمات الاجتماعية، جدا مهمة أن احنا نركز عليها ونعيد دراستها وفق ما يتطلبه اليوم سوق العمل. أحد أهم النقاط اللي موجودة هو التفاوت بين الوزراء، فكيف ممكن أن احنا نخلق ساحة من العمل متساوية بين الجميع بحيث أن الجميع يعرف وين المواطن، وين الطرق الأساسية، المنهجيات الرئيسية، الآليات والأدوات اللي ممكن يستخدمها مباشرة في تحقيق خطط واقعية منسجمة مع خطط الوزارة مع الأولويات الحكومية. هذا وقد رصد التقرير عدداً من المؤشرات التفصيلية التي شهدت تقدماً كبيراً في عدة مجالات، حيث تشير نتائج التقرير في المجالات الرئيسية إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 3% وعلى مستوى الأداء المؤسسي بنسبة 6% مقارنة مع الإصدار الأول من التقرير. نجاح تلك الاستراتيجيات والأهداف التي تم العمل عليها من قبل المجلس الأعلى يقاس بارتفاع تلك المؤشرات التي نشهدها لوضع المرأة البحرينية في كافة القطاعات، فخورين فيها على المستوى الوطني وكذلك الدولي. اليوم احنا مع المجلس في مسألة أيضا متطورة، كيفية نعمل على اتخاذ الآليات التشريعية المناسبة بوسائلها المختلفة سواء التشريعية أو الرقابية، كيف نسند عملهم في تحقيق مزيدا من التقدم في تلك المؤشرات. صراحة تجربة مملكة البحرين ثرية جدا، يعني عمرها فوق 20 سنة، ولنا الشرف حقيقة في مركز تحقيق التوازن بين الجنسين التابع لمعهد الإدارة العامة أنه إحنا نستفيد من هذه التجربة ونطلع عليها بشكل أكبر ونستفيد من ما هي الإيجابيات والتحديات والعوائق اللي واجهتهم حتى ننقل هذه الخبرة عندنا. حقيقة كان لنا الشرف بحضورهم
لنا قبل أقل من أسبوعين، واليوم إحنا موجودين عندهم كذلك حتى نطلع أكثر طريقة إدارتهم للجان تكافؤ الفرص في الوزارات، طريقة المرصد الوطني لديهم للتوازن بين الجنسين، وكيف قدروا يعملوا حوكمة لهذه الأمور جميعا حتى يمثلوا مملكة البحرين بشكل جميل صراحة. الإصدار الثاني للتقرير يأتي بمنهجيته العلمية في القياس والتحليل ليؤكد مجددا على دعم وقناعة أصحاب القرار ممثلة في الحكومة الموقرة بضرورة البناء على ما تحقق للمرأة البحرينية وتأسيس مرحلة عمل تتضافر فيها الجهود الوطنية لدعم تقدم المرأة البحرينية. بحسب تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين، فإن الأرقام تشير إلى ارتفاع المؤشر العام والخاص في المجالات الرئيسية والأداء المؤسسي، وهذا ما يؤكد على نجاعة السياسات التي تم اتخاذها لتحقيق الهدف الأسمى، وهو دعم تقدم المرأة في الحياة العامة والتنموية. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.